دعا الزعيم عادل إمام عدد من أصدقائه المقربين والبعيدين عن الفن لحضور تصوير مسلسله الجديد عفاريت عدلي علام في مدينة الإنتاج الإعلامي، ولبى الأصدقاء دعوة الزعيم وحضروا أحد أيام التصوير. ويجسد الزعيم في العمل شخصية عدلي علام وهو رجل يعمل بهيئة دار الكتب على درجة وكيل وزارة، وهو من إخراج رامي إمام، وهو أيضا من تأليف يوسف معاطي ومن إنتاج تامر مرسي.